السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الأستاذ نصر رابح. قبل أن أبدأ في الفيديو الخاص بالتعبير الكتابي، أود أن أوصل رسالة إلى تلميذ من متابعينا على قناتنا، المتابعين الدائمين لقناتنا. أتمنى منه أن ينجح في الفترة الأولى بنتيجة جيدة ويتحسن مردوده إن شاء الله. هذا التلميذ هو من بلدية المقرية، اسمه معاد قطني، يدرس في مدرسة الطيب خليفة. أقول لك من هذه القناة أنني سأشتري لك هدية جميلة إن شاء الله إذا تحصلت على معدل جيد. المهم أنك تثابر في دراستك وتحقق نتيجة جيدة. كما قلت، الهدية عبارة عن، أنا أعرف أنك تحب الرياضة، سأشتري لك حذاء رياضي. هذا وعد مني، إن تحصلت على نتيجة جيدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتدرب على التعبير الكتابي. اقرأ هذه القصة ثم قم بالمهام التالية. يحكى أنه كان يسكن في أحد الأحياء رجل غني وكريم يدعى بشير، وكان له جار استدان فافتقر، فعرض بيته للبيع وعلق إعلانا على بابه كتب فيه: ب500 دينار وجوار بشير ب1000 دينار. فلما وصل الخبر إلى بشير أعطى الدائنين حقهم وبقي جاره بجواره. المطلوب منك التوجه إلى البطاقات الخمسة. البطاقة الأولى كتبت عليها شخصيات القصة، الثانية مكانها وزمانها، أي أنه عليك تحديد مكان وزمان هذه القصة. بداية القصة، الأحداث الرئيسية للقصة، ونهاية القصة. على دفتر الأنشطة الآن قم بالحل أو المحاولة على دفتر الأنشطة. نعود مع التصحيح الجماعي. البطاقة الأولى كتبت فيها شخصيات القصة، ما هي أو من هي شخصيات القصة؟ إيمان، بشير والجار أو جاره الفقير. إذن البطاقة الأولى نملأها ببشير والجار. مكانها وزمانها البطاقة الثانية، أي أين حدثت هذه القصة ومتى حدثت هذه القصة؟ مكانها أين وقعت هذه القصة؟ وئام، في أحد الأحياء. زمانها أي متى وقعت؟ هل حدد لنا في النص أو الفقرة الزمان بالتدقيق؟ لا. إذن ما هي العبارة التي ستساعدنا على تحديد الزمن؟ كلمة يحكى أي أنها وقعت في الزمن الماضي. جيد جدا. كلمة يحكى أي أنها وقعت هذه القصة، وفي النص تم إعادة سرد هذه بداية القصة. بداية القصة بدأت بعبارة يحكى أنه كان يسكن في أحد الأحياء، هي بداية القصة. نذهب مباشرة أو نقفز إلى نهاية القصة. بماذا اختتمت أو ما هي العبارة التي اختتمت بها هذه القصة؟ وبقي جاره بجواره. وبقي جاره بجواره. الأحداث الرئيسية للقصة ما هي؟ الأحداث الرئيسية للقصة
بماذا بدأت أو ما هو سبب وقوع هذه القصة؟ قلنا أنه يوجد رجل فقير يعيش مع أمام أو بجانب رجل غني، ماذا وقع لهذا الرجل الفقير؟ سجاب، استدان الرجل الفقير مالا. أول شيء أو أهم حدث أنه استدان الرجل الفقير المال. ماذا حدث بعد ذلك؟ استدان الرجل الفقير المال، بعد ذلك ماذا حدث؟ أميمة، عرض بيته للباشا. جيد جدا. عبد السلام، وصل الخبر إلى بشير. بعدما عرض الجار الفقير بيته للبيع، بعد ذلك وصل الخبر إلى بشير. بعد ذلك عندما وصل الخبر إلى بشير ماذا وقع؟ رمزي، ساعد الرجل الغني جاره. جيد جدا، ساعد الرجل الغني جاره، لم يتركه لأنه كريم. بعد ذلك عندما ساعده هل رحل الرجل؟ نور، جيد جدا، استقر الرجل الفقير في بيته. نقوم بملئها.